يخاف على حجته. وفي الشروق غدا الدكتور مصطفى الفقي يقول الرئيس حسني مبارك هو المرشح الاول للرئاسه، وما جرى في الخرطوم جزء من ظاهره الهوس الكروي العالمي، ودعوى قضائيه ضد مكافاه المنتخب. ورئيس تحرير موقع الشروق الجزائريه اعترف في القاهره بخطا مواطني، وبعد مغادرته قال انه نجا من الموت بعجوبه، ولا تاجيل الدراسه بعد العيد، والحج لن يزيد من الاصابات انفلونزا الخنازير. ضبط 3500 طن دقيق ومليوني وحده العاب ناريه قبل الاضحى. وغدا في الدستور، هل يصل التوتر الى حجاج مصر والجزائر في مكه والكره في مصر عندما تقول الحكومه للشعب شاي في العصفوره؟ وفاصل ونبدا. قناه الجزيره واسرائيل امه في خطر. الناس بعضهم مش قادر يستوعب ليه المصريين لما راحوا السودان ويلعبوا ماتش كوره فوجئوا ببعض الجزائريين بيشتمونا بيقولوا علينا يهود او صهاينه. البعض مش فاهم ليه هم في ماتش كوره حطوا لوحات افتحوا المعبر اللي هو بيننا وبين غزه. البعض مش مستوعب على راي اللبنانيين شو دخل طز بمرحبا، ايه اللي دخل ده في ده؟ احنا في ماتش كوره، ايه اللي جاب اليهود والصهيونيه والمعبر الى هذا المكان؟ هي دي نتيجه لما فعلته الجزيره على مدى سنوات تجاه الدوله المصريه، ولا اقول الحكومه المصريه عشان احنا بنهاجم الحكومه اكتر مما الجزيره بتهاجم الحكومه الف مره، ودفعنا الثمن في مهاجمه السلطه في مصر اكتر من مره. فالجزيره لا تزايد علينا في صف الحريه، انما الجزيره كانت تستهدف الدوله والشعب والسمعه والمكانه في مصر. النظريه البسيطه، العالم العربي بلا مصر يساوي قرابة الصفر، إذا فالمعركة هي مصر. اسحق مصر تضمن انسحاق الأمة العربية. هذا جزء في اجتهادي من مشروع الجزيرة الرئيسي الذي يواصل الآن تنفيذ خطواته. 10 نقاط سريعة. فكر بعقل ومنطق. ما تقولش أنا بفرض وجهة نظر. بالراحة كده ونفكر في إجازة العيد في اللي هقوله دلوقتي. رقم واحد، دور الجزيرة في أحداث 11 سبتمبر. مركز التجارة العالمي اتدمر في أمريكا. ما فيهوش بطولة، ما بعتناش صاروخ ضربوا. مش العراق أثناء الحرب ضربوا. مش أفغانستان أثناء الغزو ضربت. لا. دول ناس قاعدين في عمارة، طيارة خبطت فيهم فالمبنى وقع. ما فيهوش بطولة ولا جسارة عظيمة. بالعكس فيه خسة ولا تشرف فاعليه ويحرمه الاسلام لانه ضرب لمدنيين. حتى لو احنا اللي عملنا كده، حتى لو احنا وصلنا الباشمهندس عطا وبسناه كده ومع السلامه وربنا يوفقك ويلا اضرب، نطلع نقول ما حصلش، لان الغرب كان في انتظار عدو بعد الاتحاد السوفيتي، وكان الكل هناك يفكر في الاسلام عدوا للغرب ليجدوا مبرر لضرب الاسلام والمسلمين وأن تكون الحضارة الإسلامية مرافضة للإرهاب والتخلف. مين اللي لبسنا الجريمة؟ مين اللي فضحنا وطلع أسامة بن لادن وقال فعلها المسلمون وتنظيم القاعدة؟ الجزيرة، وليس غير الجزيرة، هي من قدمت أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتنظيم القاعدة أننا فعلناها. عشان لو حد فكر يمين شمال، والله ما عملنا. الإسلام دين محترم ودين حنيف وليس إرهابا ولا إلى ذلك. الجزيرة لا، أرجوك فلبستنا على الفور هذا الموضوع. الجزيرة لها مصلحة والقاعدة لها مصلحة وأمريكا لها مصلحة. أمريكا وجدت عدو المسلمين الإرهابيين، والجزيرة بقت قناة عالمية، وتنظيم القاعدة يا سعد يا هناة من تنظيم قد كده بقى بيهز العالم والكل بيتفرج ويستنى فيديوهاته ومسجاته ومكالماته. ولما جاء الرئيس أوباما هنا وقال يا جماعة الإسلام دين محترم ودين راقي ودين إنساني، لم تلتفت الجزيرة إطلاقا إلى هذا الخطاب، لأن خطاب أوباما لا يمثل وجهة نظر الجزيرة في أن تكون النتيجة الإجمالية الإسلام
يساوي أسامة بن لادن. اثنين، سقوط أفغانستان. قعدوا يغنوا أفغانستان الجهاد الكفاح لغاية ما أسقطوا حركة طالبان الإسلامية. وأنا واحد من الذين يرون أن حركة طالبان كانت حركة جيدة ومقبولة، وكان أداءها في السلطة عظيم، أدت إلى أمن واستقرار في أفغانستان، منعت المخدرات، وأدت إلى شبه دولة أفضل مما كان من قبل. ودي شهادة المفتي السابق نصر فريج الدواصل لما زارهم وقالها لي، قلتها لكم قبل كده. نجحت الجزيرة بعد النجاح في 11 سبتمبر في أن تسقط دولة أفغانستان المسلمة وحركة طالبان المنضبطة. ثلاثة، العراق. صدام حسين كان على وشك تسوية، يخرج هو وعياله. الجزيرة نفخت بقوة، أنت القوة السادسة في العالم، أنت القوة الرابعة في العالم، العراق يستطيع أن يواجه، ونفخ ورا نفخ ورا نفخ لما حصلت الكارثة، وخرج العراق كله من التاريخ، لا صدام ولا شيعة ولا سنة. والعراق الذي كان عظيما أصبح الآن كما نرى كل يوم، بلاش نجيب أخباره لأن كل يوم نفس الأخبار، 100 جثة 200 جثة، خرج العراق من التاريخ. وابتهجت الجزيرة بنجاحها في دعم صدام حسين إلى إنهاء صدام حسين. أربعة، الفتنة. فتح وحماس قعدوا ينفخوا في حركة حماس عشان يثيروا ضمائرهم الطيبة والطاهرة بلا شك في مواجهة حركة فتح، وأصبح إن الملائكة فقط في حماس والشياطين كلهم في فتح، وفي فتح شياطين. إنما أنت قلبت وقعدت تقلب وتزود وتوقد في النار لغاية ما بقى عندك حركتان ودولتان، فتح وحماس. في هذه الأثناء اللي الجزيرة فيها بتدعم حماس وتغازل فتح وبتلعب بالأهلي والزمالك وشغالة دوري عام في فلسطين، في هذه الأثناء المستوطنات تزيد والقدس تنهار والأمة الإسلامية منشغلة بلقاء خالد مشعل ولقاء محمود عباس. الجدول الوطني القومي للعروب الإسلامي انهار تحت مجريات حماس وفتح برعاية قناة الجزيرة. خمسة، الفتنة. حزب الله ولبنان. إن البطولة فقط في حزب الله، وبالتالي سنة لبنان العملاء والخونة، وهذا هو الشكل الذي وضعته الجزيرة لسنة لبنان. فزادت الفرقة بين حزب الله وحزب وطني قومي عروبي عظيم وبين أشقائه من المسلمين السنة. ستة، الفتنة. السنة والشيعة. يطلع الشيخ القرضاوي وهو إمام أهل السنة المعاصرين فيهاجم الشيعة، ويطلع بالمقابل السيد حسن نصر الله رمزا للشيعة، وأصبح القرضاوي في مواجهة حسن نصر الله، وأصبح الشيعة برمزهم في مواجهة السنة برمزهم، ورأينا النتائج في العراق وفي لبنان. سبعة، الفتنة. العرب والبربر، مصر والجزائر. ونجحت حتى اللحظة في هذه الوقيعة. ثمانية، الهدف مصر. الأستاذ أحمد منصور في برنامجه باستمرار، جمال عبد الناصر هو الهدف. الزعيم الخالد جمال عبد الناصر أصبح في برامج الجزيرة بالذات برامج أحمد منصور رجل جاهل، رجل ملوش أي لازمة، بيخرف. عبد الناصر ده جاي يهرتل في كل فترة اللي قعدها في مصر، إساءة يومية مستمرة إلى الزعيم جمال عبد الناصر. بقيت البرامج على السادات، السادات خاين وعميل، فأصبح تاريخ مصر جمال عبد الناصر وأنور السادات جاهل زائد عميل، وأصبحت مصر في نظر الجزيرة تساوي صفر.